بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله النهاردة يا جماعة هنتكلم عن طريقة عمل باب الحجرة. احنا يا جماعة هنقطع الخشب بتاعنا على 225، ولو في مجال معاك في الخشب ممكن تقطعه على 225 عادي، ولو مفيش مجال معاك ممكن تقطعه على 220 على حسب برضه وضع الخشب معاك، بس أنا بفضل 225 يبقى معايا الباب ده شو محترم كده. انا يا جماعه دلوقتي بمسك الاوائم بعصرها عصر كويس على مبوب، في حاجه معوجه الاوائم، في حاجه في مصنم في مشكله اظبطه مفتول. وانا من رايي يا جماعه ان مرحله المكنه دي من اهم المراحل المهمه جدا بالنسبه لقطعه النجاره، لان قطعه النجاره لو اتعملت مكنه تمام هتتلم مظبوط وهتركب مظبوط في مرحلة المكنة. انا كده بحط الاوائم بتاعتي مع بعضها عشان اشوف شغل صح ولا لا، وابدأ اتخن الشغل بتاعي على 46 ملي. طبعا يا جماعة كل المقاسات اللي بتكلم حضراتكم على دي مقاسات ثابتة. ابدأ بحط الاوائم بتاعتي مع بعضها كده واكتب بقى ايه طول الباب. انا كده انا معايا الاوائم 225 وانا هكتب على 215، فيفضل عندي 10 سنتي اقسمهم النص، وبعد ما اقسم النص ارجع اخد المتر واقيس المترين والايه 215. بس انا كتبت على 214.5 عشان لما جه سقط الباب بس ما يدقرش معايا في الارض، وبحيث ان انا لو الباب مقبرن مثلا الحل مقبرن من فوق ولا حاجة وحبيت اخد جبدة لو سبت سنتي من على الارض تبقى ايه شكله وتفك ما يبقاش كتير. ونقبنا الايه نقبنا النقب كما موضح بالشكل على المنقب كده العدة. ودلوقتي بقى بظبط البنك بتاعي على الميزان وهبدا اغابي الباب بتاعي. ويا جماعه انا رايي الشخصي ان من الافضل تغبيه الباب. في ناس كده مثلا ما بتحبش تغبيه عشان خاطر لما يحب يجيب فتله الباب، بس انا شايف طالما الشرح بتاعي او اللسان بتاعي مش شديد والبنك عندي موزون، مثلا هنيم الباب عليه مثلا يوم كامل ما فيش مشكلة، انا مش مثلا كده افضل يعني. انا افضل كده هبيت بقى الباب بتاعي وبيت السؤاسات واحدة واحدة كده. وخد بالك من اللسان بتاع السؤاس من ناحية الكلون، يبقى قصه شوية عشان خاطر ما يضايقكش وانت بتركب الكلون. اشكل تشكيل بسيط كده الباب وبعدين نزله على الارض عشان بوصل وزنه، واحط له حتة الخشب يرفع على الارض عشان بوصل قايم، وامسك حتة خشب كده وادق ايه واحدة واحدة وانا رايح وانا جاي كده علشان خاطر ايه مجمعش من ناحية السباحي او السؤاس تشد القايم. جمعت كويس وهجيب بقى الاسفلية وامسح الغير بتاعتي عشان خاطر شغلي بنضف كده، وابدأ بقى ايه ارفعه على البنك والمح الاوائل كده عشان لو في اي مكرمش ولا حاجة اظبطه. بعدين اجيب سدابه واحطه في المسمار واخد نقطة الباب. وانا كنت بلمح الباب دلوقتي بشوف الاوائل في حاجه واشرح بس نقطه بسيطه كده على ما نعمل الشكل بتاع الباب. بالنسبه لكتابه الاوائل، لو انا هشتغل على صينيه عربيه وعايز اكتب بفوس هقصب بفوس مثلا لو انا باب 85 او 86 هقصب الايه الروس على كده، وبعدين ارجع اخصم منها فترة الاوائم بعد ما انضف. يعني ايه بعد ما انضفها؟ لو انا حالي الباب وادخله 45 مع بعضه، بالتالي لازم انضف قيمة الحلي دي لما ادخلها مع الراس 45. طب لو انا مثلا عندي باب زي ده ابلكاش هنضف قيمة الايه قيمة المفحار بتاع تثبيت الابلكاش او الافريز، وبعدين اخصم تخنة الاوائم. في باب مثلا اللي باب الصنارة او الكلام ده كله ما بتنضفش وبتخصم تخنة الباب على طول من بعد العلام مش من قبل العلام، عشان ده يا جماعة ممكن تتعب من جوه العلام على طول. وبالنسبة دلوقتي بثبته مصمم سن صار كده في حالة لو هلزق، لكن لو مش هلزق قشرة مقلقش ومغطيش الايه مقلقش لان انا مغبي كويس. لا تنسوني يا جماعة من اللايك والاشتراك. اخوكم مصطفى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو أن أكون قدمت محتوى كويس.